يسجل سعر الدولار ارتفاع ملحوظ بحسب آخر تحديثات على شاشات أسعار العملات في البنوك المصرية، وذلك وفقا لمقارنة سعر الدولار بختام تعاملات أمس، حيث وصل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري إلى 30 جنيه 83 قرش للشراء، 30 جنيه 93 قرش للبيع، ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 30 جنيه 73 قرش للشراء، 30 جنيه 83 قرش للبيع، بينما وصل سعر الدولار في بنك مصر 30 جنيه 73 قرش للشراء، 30 جنيه 91 قرش للبيع. وهناك صارمة لديونها الخارجية والتي تشمل سداد سندات بقيمة 1.25 مليار دولار في الربع الأول من عام 2023، ومع ذلك فإن غالبية المدفوعات المصرية تسدد إلى منظمات متعددة الأطراف بقيادة صندوق النقد الدولي، ويبلغ مجموعها 2.5 مليار دولار هذا العام و15 مليار دولار بحلول نهاية 2026، مما يعني أن مصر ستضطر إلى دفع 10 مليار دولار على الأقل لصندوق النقد الدولي وفقا لبرنامج EFF الجديد ووفقا لحسابات HSBC، وهو يتزامن أيضا مع مؤشرات أخرى حديثة، وعلى أن الاقتصاد لا يزال صامدا وأن التضخم يظل مرتفعا، وفي العام الماضي أيضا رفع الاحتياط الفيدرالي معدل الفايدة الأساسي بأسرع وتيرة منذ 4 أعوام بحوالي 4.6%، وهو أعلى مستوى له منذ 15 عام، إلى أن انفاق المستهلكين والتوظيف والنمو لم يهدأ بعد. وقال أيضا العديد من مسؤولي الاحتياط الفيدرالي الأمريكي أنهم يفضلون رفع معدل الفايدة الأساسي للبنك الأمريكي فوق مستوى 1.5% الذي توقع في ديسمبر الماضي، ولو أنه ظل في النمو والتضخم مرتفعين عندما يرتفع الاحتياط الفيدرالي فإن هذا يشكل، كما توقعوا أيضا ارتفاع آخر في سعر الفايدة بنسبة 3% أو 300 نقطة أساس خلال الربع الأول من العام 2023، مما يجعل سعر الفايدة الأسمى يصل إلى 19.75%. وحدد أيضا البنك المركزي المصري هدفه بنسبة 7% للتضخم العام السنوي لعام 2023، ومع أهداف تضخم تبلغ 7% و5% أيضا في الربع الرابع من 2024 و2026 على التوالي. ومع ذلك برضو يبدو أن هذا العام بعيد في ضوء كيفية تداول العملة في الوقت الحالي، وفي سياق متصل أعلن أكبر بنكين حكومي وهو في مصر على طرح شهادة استثمار ب25%، مما جعله ذلك يدفع سنويا أو 22.5% فايدة مستحقة الدفع شهريا لمكافحة التضخم المرتفع الذي يقترب من أعلى مستوياته في 5 سنوات. ومع ذلك من المتوقع أيضا أن يؤدي المزيد من تراجع الجنيه المصري إلى زيادة التضخم على طريق التهام القوى الشرائية. وقال أيضا إن معدل الفايدة قد يكون أعلى من المتوقع، ويحذر أيضا رئيس الاحتياط الفيدرالي أنه في حالة استمرار إجراءات الاقتصاد الأمريكي بنفس الوتيرة مثل ما حدث في يناير، فإن الاحتياط الفيدرالي هيرتفع على الأرجح في معدلات الفايدة أعلى مما يشير إليه بالفعل. ويرى البنك البريطاني أن التمويل الذي تم التعهد به بالفعل من مصادر ثنائية ومتعددة الأطراف لابد أن يكون كافيا من تلقاء نفسه لتلبية احتياجات التمويل الفورية، الأمر الذي جعل من المتوقع أن تلجأ الحكومة إلى قرض آخر تأهيلا لمستوى التضخم الذي وصلت إليه الجمهورية المصرية. وقد اضطر البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفايدة بشكل أكبر لجذب المستثمرين الأجنبيين إلى مصر، وذلك وفقا لما جاء من محافظ البنك المركزي من تقارير صدرت منه، وقال إنه مع ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 30% من الأشهر المقبلة، عدم وجود نقطة ارتكاز في سوق العملات بالنظر إلى التغيير في النظام، ما زلنا نعتقد أن البنك المركزي المصري يجب أن يظهر المزيد من التشديد. في غضون ذلك تقلصت الفجوة بين السعر الرسمي للجنيه والسعر في السوق السوداء، والتي ظهرت في الوقت الذي كان فيه كفاح المصريون للعثور على الدولار عبر القنوات الرسمية، كما أن تكدس البضائع في المواني والذي عزز الطلب على الدولار أخذ في التحسن. وقال مدير الأموال في شركة انترناشونال في لندن إن محايد بشأن العملة المصرية،
وانخفاض الجنيه إلى مستوى 72 و2 قروش مقابل الدولار، مما رفع خسائر التراجع إلى 49% منذ تخفيض سعر العملة في مارس من العام الماضي. وتعود الجولة الحالية لخفض سعر العملة جزء من حملة طال انتظارها لإعادة توازن الحسابات الخارجية لمصر في أعقاب الصدمات الخارجية في العام الماضي، ولكن في التوقعات على المدى القريب لا تزال صعبة وغير مؤكدة وفقا لما جاء في البيانات السابقة. وقال خبراء الاقتصاد أيضا حتى الانخفاض إلى ما يزيد على 30% مقابل الدولار، والذي يرفع خسائر سعر الجنيه إلى 50% مقابل رفع مكاسب الدولار إلى أكثر من 100%، وذلك لا يضغط على فاتورة الاستيراد المرتفعة بشكل كافي أو يؤدي إلى انتعاش قوي بما فيه الكفاية لتدفقات التحولات المالية بشكل فوري، وذلك لضغط الحساب الجاري، وذلك لأنه يتراجع. وفي هذه الأثناء قال البنك البريطاني إن صادرات السلع والخدمات المصرية زادت بنسبة 20% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الماضي، وذلك تراجع التحويلات مع منع الحساب الجاري من تحقيق مكاسب أكبر. ونظرا لأن الحاجة إلى العملة في منطقة الخليج والعمالة أيضا يحتاج إلى تدفقات المغتربين لم تكن بالضرورة ضائعة، ولكنها تأخرت بسبب عدم اليقين بشأن نظام الصرف. وسط توقعات بمواصلة الارتفاع مرة أخرى، قال الخبير المصرفي من الضرورة أن تقوم البنوك بإصدار شهادات استثمارية بعائد أكبر من 20%، وذلك لتحقيق عائد مناسب للعملاء وحمايتهم من مخاطر التضخم. وأضاف أيضا إن العملاء كانوا يحصلون على عوائد بالسالب بالرغم من إصدار شهادات مرتفعة بقيمة 18.4%، وذلك بمعدل التضخم يواصل ارتفاع نتيجة للأزمة العالمية في الموانئ المصرية، حيث تمكنت بالتعاون مع البنك المركزي من الإفراج عن بضائع تتراوح قيمتها الإجمالية ما بين 17 إلى 18 مليار دولار، مما تسببت في القضاء على المضاربات العنيفة التي كانت تحدث في السوق المصري. وفي الوقت نفسه قد نجحت وزارة المالية في إتمام إصدارها الأول من الصكوك في بورصة لندن صباح اليوم، حيث أعلنت في بيان وتجاوزت طلبات الاكتتاب قيمة الإصدار البالغ 1.5 مليار دولار بأربع مرات، مما خفض العائد النهائي إلى 10% مقارنة بالسعر الاسترشادي البالغ 11%. ووفقا لبيان وزارة المالية أيضا، فقد اكتتبت نحو 250 مليار دولار، وكانت الفجوة بين أسعار الصرف في السوق الرسمي والسوق السوداء قد بلغت ذروتها خلال الأسبوع الأخير من العام الماضي، بينما سجل سعر صرف الدولار خارج السوق الرسمي 38 جنيه. لكن مع تحركات البنك المركزي في ملف إنهاء الأزمة، وذلك للبضائع المكدسة في المواني قرب انهيار سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى مستوى يتجاوز 31 جنيه في الوقت الحالي مقابل 30 جنيه 62 قرش في السوق الرسمية، فقد اكتتب أيضا نحو 250 مستشارا عالميا في الصكوك التي جذبت شرائح جديدة من المستثمرين في الديون المصرية من الأسواق العالمية، بما في ذلك الخليج وشرق آسيا والولايات المتحدة وأوروبا. وبعد هذا الإصدار جزءا من برنامج دولي يعد أنه الإصدار الأول من الصكوك السيادية لعدة سنوات مقبلة بقيمة 5 مليار دولار ستطرحه الحكومة في بورصة لندن.